البلاصه هذه احنا وين تو؟ لا تو تي في صحرة قفصة هنا. أيوة. شو هن هنا في صحرة أيوة. ايوا اللي يبل ورانا هذا حكينا شوية شنو هذوما يبل ولا شنو؟ ولا هذه القضية هذه نتاع العبد الوليد اللي نلعب به هنا في السحر. أنت وخوك تدور تلعبوا به إيه هن هنا ندور هنا نلعب به في الصحراء بالأمان على رب بكري حكيت معك شوية قلت لك معناتها فاش قاعدين يعملوا كيفاش ياكلوا قلت لك تشوف بن عم ياكلوا في الحطب حتى علفه. يدي ولا ياكلوا في الحطب هنا لأن عالفة لحد حتى شي. شيء يسرع على فيهم ياكلوا ويروحوا وخبرك ما فهميش ما فهميش لا لا في شيء لا لا في غلاب هذيك هذوما تاع تربية ولا تاع شنو ولا تاع ذبيحة ولا شنو؟ لا هذوما نكسبوا فيهم من نتصوروا مثلا في العام ثلاثة أربعة خمسة حيرين نبيعوهم باش نستصفوا منهم وبر هما هذوك مكسب لكم انتوما أما الوالد تبيعوا؟ إيه كي يولدوا نبيعوا حيرين باش نلقوا ما نصفوا وناكلوا برك، ما مش حاجة أخرى. معناتها تو هذه المهنة هذه ورثتوها على جدود؟ معناتها إيه؟ في عينيكم في هكا الصحاري و... إيه صحيح حالين جدود نقيم حاطين هنا نسرح وبركي لك هي هذيك الخدمة يعني ايش مورد رزق آخر معناتها باش نعيشوا من بكري قلت الكلمة ما عليها برشا قلت لي شاقي ولا محتاج كيفاش فسر لي قلت لي ما خير نخدم وإلا هذاك هو يا ودي هنا نخدم على روحي نسرح بعيني على الأقل نجمل شوي سواعر ثم العبد حسن وضعيته شوي وقتاش تخرج الصباح وقتاش تروح وقتاش تهز مثلا تسرح بهم والله نسرح من بلاصه لبلاصه في بيته هنا مثلا اليوم هنا كم غدوه غادي كل مره في بلاصه وين غادي في الصحراء اي بالايامات كل مره في بلاصه يعني إحنا والبلاصه نتاع الفلا هذيك وين الفلا موجود تلقى تلقينا احنا حاطين انتوما في السر واحد اي متجولين كل مره في بلاصه نقولوا احنا رحاله ما. رحاله مثلا خيابه البلاصه هذي نحولوا لجبل خيابه جبل, خياب جبل نهبطوا بطول هذيك إيه هي وعيشت بيه وتو باش تفرشيك يقول لك انت تو تبارك عليك مازلت شاب صغير ما تقول عندك حياتك تخرج تقابل صحابك كيفاش تعمل معناتها انت حياتي كل عديته في السحور هون يا حياتي كل عديته هنا عذاب <applause> 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 ولا عديته في الصحراء هنا يعني يديك العيش بيه. القعود موجود هوني ولا؟ لا موجود موجود القعود هنا تي الحم وامور كسيبة كل شيء كسيبة والحم كسيبة والحم خير وكان سلعة نظيفة كل شيء موجود <applause> كل شيء موجود بكري قلت نبيعوا على بلاصته هون إيه هنا جينا التجار نبيعوا على بلاصتنا ما خاطر ما عندناش وسيلة تنقل باش نزول السوق ولا كذا يجينا تاجر نبيعوه عطيني فكرة على السواب قداش يخدم جمال من قداش قداش لانثا بقداش قداش باهي مليك والله لانثا كبيرة مثلا ظال تول زون كي ثلاثة أربعة كذا ظال وبكرة صغيرة زون الميتين تي زوز هكاك زوز ملاين هكاك حاجة هكاك وقعود صغيرة بين مليون مليون ومية مليون وميتين ايه الحمد لله هذيك العيشة. الله لا سواف. هذاك هو الدنيا غلطت لي على فغلاها كل شيء غلاش انا. عطينا الفكره تبع التسميات خاطر احنا نقرا كل سميه مجمل واحد ما انا ما نعرفش به عطيني من اللي تولد شنو اسمه لين يكبر والله من تولد صغير ظل اسمه جو... اسمه بكره صغيره تكبر شويه تولي حوليه تكبر شويه تولي ناقه تكبر خلاص تولي جيم هذيك هو صناع في البل يعني به والقعود القعود صغير يبدا قعود لا من الاول يبدا حاشي ولي ولي قعود وفي الأخير ولي جمل بس يولي جمال يولي جمال سالتك انا قلت لك معناتها اللي بلا ذمه كل قاش فيهم جمال قلت لي فيهم كان جمال واحد هكا هو ما يجيش كي في السحور يصيبوا معاهم مات اكثر من جمال اي مثلا قطيع كي كتير في قطيع كي تلقى فيه جمل واحد خاطر جمال لازم القطيع كامل ضل فيه جمل واحد باش ما يتعاركوش خاطر تخلطوا ثلاثه زوز سي يتعاركوا يقتلوا بعض, يقتلوا بعض. هذه ما كيفاش تعلمتها انت ما تشوفك مش وحدك معك خوك زيد كيفاش تعلمتها الخدمه هذه؟ لا يثرنا لقينا بياتك هيك هانا واصلنا فيه واصلنا فيه هزينا ماشي لو تعدينا يا انا نخدم على رب يا يعني كي ولد عمي شاق ولا محتاج والدنيا صعبة تخدم ما ثمش هذه الخدمة ما شاء الله عليكم اخوات بالحق تبارك الله عليكم واقفين مع بعضكم تعرفت على اخوك تعرف عليك انت شوي واحكي لي شوي نحكي لك معناها لل... هي انا ناصر نحن هنا كاسبين البل تبعنا معناها صرنا بياتنا تخدم في الخدمه هذه تبعناها نحن البل نتاعكم انتوما نتاعنا احنا البل كاسبين نتاعنا احنا انتوما كسابه نكسبوا نحن نكسبوا ال... البل نحن لانثى نكسبوها تبقى مع البل وال نبيعوا الحواشي كهو هذيك واش يعني الصغار نتاع اي صغار يبدا عمره يوصل عمره عام يرضى نبيعوا نبيعوا الحم يمشي اه يمشي جزار الحم يمشي الحم هوني فمش كما جزار يقبلوا في القعود ويشرو يجينا, في... يجينا التجار يشروها والتاجر يمشي يتصرف في بيع حي يبيع يكسب يا امور وهذيك بيت م... قد ياكلوا برشا هوني معناتها ياكلوا الصحراء خاصه الصحراء جنوب جنوب سيف عامه ياكلوا اللحم تاع الحواشي اللحم تاع الحواشي اكثر من من العلوش اكثر من العلوش ياكلوا ياكلوا يأكل خاصه اللي يسكنوا في الصحراء كل ياكل على الحواشي ياكلوا, يأكلوا يقول لك منفعه فيه ما شاء الله فيه فيه منفعة فيه كيما الحمل كيما الحمل الكل فيه منفعة بالقدا بكري قلت لي معناتها قصة الخبرة نتاعنا كل شيء ولينا نعرفوه ت... نعرفوه مريض ولا ونعرف كيفاش نداويوه وتعلمنا برشا حاجة تعلمنا شفت هاني قلت لك جدودنا علمونا معناها ال... كي يمرض كيفاش نداووه وكيفاش تعلمنا هزينا الخبرة من غادي هذين الخبره وصلنا نحن نسالوا نسالوا فيهم هما علمونا كيفاش نكسبوا كيفاش نولدوها كيفاش رضعوها كيفاش كيفاش نفطموها كيفاش معناها الطريقه نتاع عايشه الكل <تك> انت تو تبارك الله عليك انت وخوك معناتها ما شاء الله الشباب مازلتوا صغار في العمر تو باش يتفرجوا يقول معناتها صغار مسيبين ما شاء الله في السحور هي هذيك هي خدمتنا هاني قلت لك خدمتنا أنا م... لا نحن نحن تبعنا معناها المورد رزق هذا إن فكرتنا قاعد تني معناها كي نسيبهم ما معناها ما لناش نلقوا حاجه اخرى ولا هذاك علاش معناها تبعنا نحن الخدمه هذه بقينا نمشوا فيها نجم مثلا يقول لك عندك راس مال كيما هكا معناها تسيب وذاش تحط في مخك انت شنو الخدمه الاخرى بار معناها شنو تقعد تعمل مثلا انت بديتي مثلا تو عمري 20 سنه معناها خمسة سنين بديتي في مشروع معناها خسرتي فيه فلوس مم. وتعبتي ومش نجم تسيبه بالسهل معناها لازم تبدل حاجه اخرى مشروع اخر باش انت تلقى مورد رزق فيه رزق سوي جبني بصراحه إيه تفضل يقول لك انا كيفاش تشوف روحك بعد 10 سنين لقدام كيفاش تشوف روحك نحب نطور من روحي معناها نحب مثلا تعبت في الصحراء كيما ننتج مشروع اخر مشروع اني نعيش معناه افضل نعيش نجم نقول مثلا تعبت اليوم كيما هكا كي مش نبقى في بلاصتي نواصل لقدام نطلع درجه لفوق نحاول نطور من حياتي. تطمح ما, ما تبش تكبر في المشروع نتاعك؟ مشروعي إيه ننتج حاجه اخرى نجم مثلا من من مثلا مورد رزق كيما هكا كي ننتج فلوس نعمل بها نجم نعمل بها مثلا هنشير نجم نعمل اي حكايه اخرى معناها اني دخلي الفلوس اقوى من هذه بدرجه معناها من ما نبقاش في نفس البلاصه نحس بروحي معناها انا شنو عملت؟ شنو مثلا تعبت كيما هكا خرجت استراحت مثلا اربع خمسة سنين. شنو معني أن باش نغيرنا من حياتي حيك على التفكير نتاعك يعني في حق التفكير سواب يعني به قلت لي معناتها في كلامك في نبره نتاع صوتك فما كان نبره صغيره نتاع مش حزن نتاع حسره معناتها تسال في روحك قلت لي علاش معناتها احنا كي علاش معناتها ما كناش نجموا نطوروا خير نجموا نطلعوا خير ما لقيناش دعم كيف هي نحن معناها ما لقيناش دعم في شنو مثلا تو كي كان نجم مثلا كون جت عندي القدرة مثلا نشري مثلا علف مثلا علف مثلا كاسب اللي كيما مثلا نجم كنت نجم بالعلف الحاشي من كنت نبيعه مثلا بمليون برك نبيعه بزوز كيما مثلا مش الدعم هذا مثلا غالي في الدولة كيما كما نبقى معناها لوط معناها ما نجمش نطور مثلا بصراحة رسالتك رئيس الجمهورية شنو تحب تقول؟ نحب نقوله له... <hesitation> يعني يحاول مثلا كفاش يصلحنا من البلاد، يشوف مثلا حالة ال... ينظر لحالتنا نحنا كشباب معناه. يعني. كشباب معناها باش انت في ثم حلمه في مخك تحب تحققها لازم تلقى مثلا في المحيط نتاعك مثلا يتوفر شنو باش الحاجه السبل باش تخليك انت معناها تتقدم ديما تمشي لقدام مش حابس بلاستك معناها تفكر تفكر في حكايه تمشي فيها مثلا تخدم في طريق معين تلقاها مثلا تنجم الحوايج موجوده في في المحيط نتاعك تسهل لك انت اللي كنت تقدم لقدام شفت الحليب نتاع البل اه كي اه وقتاش يشربو نجم يشربو الصغير من 15 ل 20 سنه معناه ينجم يكون ينفعه في مثلا في العظم نتاعو خاطر هو شفت انت تقارنها في مخك الحوار يولي كدا كتير في ظرف ثمانية شهور يولي لحم يمشي لحم معناه ويكبر معناه ذاك اللي هي حاجة باش حطها في مخك اللي هي حاجة مثلا منفعة فيها منفعة معناها سبعين بالمئة احنا سمعنا بها برشا هذه متاع حليب نتاع ليبل يقول لك ما في منفعة خاصة وفيه سر كبير ويقول لك ما وحتى السوم نتاعو غالي ما تبيع بالاغلي. هي غالي غالي السوم نتاعو على قدس يعني. آه 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 اللي ترونسه خمسة اشنال اللي يبيعوا فيها هنا تخدم لتر ونص 15000 15 من العشرة ل 15000 كي تبدا كي يبدا موجود معناها كي يبدا فما حشيش ومعناه شبيع وتنتج حليب بالقدا كي تبدا تبيع تبدا من 10 ل 12000 15000 كيفاش كفيش نتاعك مع يقول لك شد البغض وأجمل لا شفت كي انت تضربه معناها مثلا يوميا انت تضرب فيه هو يعمل, يعمل رده فعل رد فعل السوق كي نجم يعض كامل مثلا كتبدا انت تعرف كيفاش تتصرف معاه مثلا ما تضربوش تدور بشويه ما ما يعملكش حتى شيء بك قلت لي رد بالك ما ضربته هي بيكي ضربته مخت مخت ضربت نجم تكسرك نجم يعضك ما ادريش والله دريش ما ادريش عليه ما ادريش عليه هذاك نشبحوا له تو هذاك شنو هذيك انت انا هنا انا الكل عاقل عاقلة عاقلة معناها بتصرفاتك أنت مثلا ما جيت تضرب فيها طول طول تسك مثلا أنت فيها تسك. شو لها عادي تو ما تعملك حتى شيء تمشي لها الدور بحذاها ما تكلمك ما تعملكش حتى شيء. لا لا ما ما تكلمهاش ما تكلمكش. نقول له راعي شعبك وراعي البلاد برك. حسن من معيشة العباد ونقص شوي في الـ في الـ في الاسوام وفي المستوى المعيشة وخلي الشعب يعيش خاطر العباد تعبت والله تعبت